سندريلا الشاشة ما بين القتل والانتحار. سعاد حسني، أهلا بيكم في القصة وما فيها. مبدئيا كده سعاد حسني تقتلت، علشان ما نقعدش نهري وننقد كتير، أنا في الحلقة دي هعرفكم هي تقتلت إزاي وليه. سنة 1963 المخابرات المصرية بدأت تجرب تجربة جديدة كده في تجنيد عملائها، كان اسمها الكنترول، والمقصود بيها انهم يصوروا الشخص صور او افلام مش ولا بد يعني، ويهددوا بيها علشان يسيطروا عليه وينفذ كل اوامرهم. ايام صلاح نصر بقى ما انتوا فاهمين، وكانت سعاد حسني من حظها المقندل واحدة من الفنانات اللي وقع عليهم الاختيار. جابوا لها راجل كده مثل عليها انه منتج فرنساوي وعايز ينتج لها اغاني وافلام وبتاع. طبعا فرحت جدا، ولما قال لها تعالي مقر الشركة علشان تعملي تيست كاميرا راحت جري وهي مش واخده اخوانا. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم ان دي كانت شقه المخابرات ومحطوط فيها كاميرات واجهزه تجسس وكده. وللعلم صلاح نصر حضر العمليه دي بنفسه، وفجاه هجموا على الشقه واخدوا سعاد حسني على مبنى المخابرات وقالوا لها المشهد ده اتصور، حابب تذيع هنذيع، واللي كان معاكي ده جاسوس فزي الشطره كده تشتغلي معانا ولا نقول انك جاسوسه وتاخدي اعدام. طبعا وافقت، هي دي محتاجة تفكير. اللي كان مسؤول عن العملية دي بقى موافي أو صفوة الشريف، وكل الكلام ده من واقع اعترافاته في قضية انحراف جهاز المخابرات، وباعترافه برضو إن سعاد ما قدمت لهمش أي خدمات وإنها كانت بتتهرب منهم طول الوقت. اوعوا تفتكروا إن سعاد حسني بس اللي حصل معها كده، لا، ده أغلب فنانات جيلها. ده يمكن سعاد حسني كانت بتعرف تتهرب منهم شوية. وقتها كانت سعاد حسني متجوزة عبد الحليم حافظ عرفي، وعلشان ما نتكلمش كتير في الموضوع ده، ده عقد الجواز العرفي بتاعهم، وشاهد على العقد وجدي الحكيم ويوسف بي وهبي. المهم سعاد كانت خايفة جدا تحكي لعبد الحليم اللي حصل معاها، لكن لما طلبوا منها انها توقع مصطفى امين علشان يعتقلوا بتهمة التجسس لامريكا، اعترفت لحليم بكل حاجة ووعدها انه هيساعدها، وفعلا راح وقابل صفوة الشريف، بس واضح انه قال له كلام مش ولا بد يعني عن سعاد، لان بعد المقابلة دي حليم اتغير جدا مع سعاد وبدأ يشك فيها وفي تصرفاتها. وبعد جواز استمر لست سنين اتطلقوا في السر زي ما اتجوزوا في السر، وفي الاخر اعتقلوا مصطفى امين برضو، واضح ان حد تاني قام بالمهمة. حليم بقى كان على علاقة قوية بعبد الحكيم عامر وحكاله كل اللي حصل مع سعاد حسني، وفعلا صدرت الاوامر من الرجل الاول مقرر زي ما فهمتكم بقى في حلقة عامر، باستبعاد سعاد حسني تماما من عمليات الكنترول. الحقيقة ان المشكلة الاساسية ما كانتش في عمليات الكنترول بس، انما كانت في صفوة الشريف نفسه، لانه كان بيطلب منها عمليات لحسابه الخاص وملهاش اي علاقة بالمخابرات خالص. اصل ابن اللعيبة كان بيبيع الفيديوهات اللي بيصورها للفنانات برا مصر او يسترزق برضه، علشان كده سعاد كانت بتكرهه كره العمى وما كانتش بتطيق تشوف وشه حتى بعد ما بقى وزير إعلام. في 16 يوليو 1997 سافرت سعاد حسني لندن علشان تبدأ رحلتها في العلاج من مشاكل العمود الفقري ومشكلة العصب السابع اللي عمل لها شبه شلل في وشها وعنيها، ده غير زيادة وزنها جدا بسبب العلاج بالكورتيزون. وكانت عاملة حسابها انها تسافر 5 شهور بس مش 4 سنين، صرفت فيهم كل اللي وراها واللي قدامها. وبعد ما كان رئيس الوزراء المحترم كمال الجنزوري بيصرف لها علاج على نفقة الدولة، في ايادي كده اتدخلت علشان توقف الموضوع ده، وفعلا اتوقف بعد ما استمر 16 شهر بس. وبالرغم من محاولات سعاد لاقناع عاطف عبيد بعد كده بصعوبة حالتها، الا انه قال لها ارجعي اتعالجي هنا، احنا الدكاترة بتوعنا شاطرين وزي الفل. فطبعا قررت تكمل علاجها في لندن على حسابها، وفعلا عملت عملية في ظهرها وعملية تانية في سنانها شالت فيها ال 22 سنة وزرعت بدلهم، ده غير علاج الشلل الفيروسي للعصب السابع وحساب المصحة بتاعة تنزيل وزنها. اتخرب بيتها فعلا، هتجيب منين الست؟ طيب وسعاد حسني كانت نفسها عزيزة جدا ورفضت كل عروض المساعدات اللي اتعرضت عليها، فكان لازم يبقى في مصدر دخل، فقررت تكتب مذكرتها وكأنها قررت تكتب شهادة وفاتها بالظبط. طبعا اول ما وصلت الاخبار دي لمصر انهالت عليها الضغوط والتهديدات، لكنها اصرت انها تكمل، واختارت الصحفي عبد اللطيف المناوي واللي كان وقتها مراسل صحفي في لندن علشان يكتب لها مذكرتها، وفعلا سجل معاها 3 ساعات ونص. لكن المناوي اول ما لقاها قالت بلاوي وفضايح عن صفوة الشريف
اللي هو وزير الإعلام وقتها قال لك وأنا مالي يا عم، وراح بعت الشرايط دي كلها لصفوت باشا، وهو من هيبقى في الأمان ومن هيبقى رئيس قطاع الأخبار. ملعوبة يا عبد. كل أصدقاء سعاد حسني حذروها من كتابة مذكراتها، ومنها اعتماد خرشد والشاعر أحمد نجم، وقالوا لها هيقتلوكي، لكنها أصرت تكمل. كان عندها رغبة في الانتقام تقريبا، ووقفت طبعا تعامل مع المناوي وقررت تسجل هي بنفسها. أصلها كانت هتبيع المذكرات دي لقناة فضائية كبيرة، وكانت هتاخد مبلغ كبير جدا، والاتفاق ده كان قبل قتلها بأيام. يوم 24 يونيو 2001 خرجت سعاد حسني من المصحة، ولأنها خلاص كانت بتجهز نفسها عشان ترجع مصر، وبسبب المصاريف الكتير اللي صرفتها قررت إنها تقعد عند نادية يسري. طب مين هي نادية يسري؟ سعاد حسني عرفت نادية يسري في السبعينيات، وكانت مشغلها عندها سكرتيرة كنوع من أنواع العطف يعني، وكانت بنيالها أوضة فوق السطوح علشان تبات فيها. ولما مشيت من عند سعاد اشتغلت بار وومن في فندق شيراتون، وبعدين هجرت على فرنسا واشتغلت في الملاهي الليلية، وبعد كده راحت على لندن. الحقيقة أنها كانت شخصية غريبة ومريبة طول عمرها، وكل قصصها عجيبة كده زيها. يوم الخميس بقى 21 يونيو 2001 الساعة 8:30 بالليل اتفاجأت سعاد حسني برجلين داخلين عليها الشقة في برج ستيوارت، وده كان في حضور نادية يسري على فكرة، وهي اللي عرفتهم ان سعاد حسني عندها. بس غالبا الراجلين دول ما كانوش جايين عشان يقتلوها، هم كانوا جايين علشان يهددوها وياخدوا بقية الشرايط المتسجلة، وفضلوا يضربوا فيها ضرب مبرح، وكانت بتصرخ وتستغيث، لدرجة ان واحد من الجيران بلغ البوليس ان في ناس عاملين دوشة وازعاج وعمالين يتخانقوا في الدور السادس. اصل واضح كده ان سعاد كانت معاندة معاهم ومش راضية تديهم الشرايط، فادوها خبطة محترمة على دماغها جابت أجلها، لدرجة إن أختها جنجاو هي بتغسلها لقت دماغها من ورا متكسرة خالص وظهرها كله كدمات، وده طبعا كان بسبب العلقة اللي خدتها. وبعد كده قصوا السلك اللي كان حوالين البلكونة وأخدوها وهلا هوب من البلكونة بالحرف كده طوحوها، علشان كده الجثة نزلت بعيد عن البرج بخمسة متر بحالهم، مع إن طريقة المخابرات المعهودة هي طريقة كرة التنس أو زرع بصل، يعني بيرموا الجثة رأسها لتحت ورجليها لفوق علشان تنزل على راسها فالراس تنفجر ويضمنوا الوفاة. لكن واضح انهم كانوا متلخبطين او مستعجلين فرموها بطريقة التطويح دي، ونزلت سعاد على جنبها اليمين وبعدين استقرت على ظهرها. وطبعا لان الوفاة حصلت اصلا فوق فالجثة ما نزلتش دم نهائي لما اصطدمت بالارض. يا ترى كان في ايه في المذكرات دي كان رعبك قوي كده يا صفوت؟ وعلشان بقى نقفل موضوع الانتحار ده خالص بالعقل كده، ايه اللي يخلي واحدة بعد كل العمليات دي وكل المصاريف اللي صرفتها دي وكمان خست 14 كيلو تنتحر؟ طب ما كانت انتحرت قبل ما تصرف الفلوس دي كلها وتتبهدل في العمليات. سعاد حسني ما كانتش الضحية الوحيدة اللي ارتبط اسمها بصفوة الشريف، لا ده في قايمة طويلة، منها طبعا حادثة عمر خرشد واللي كان ليها علاقة مباشرة بسعاد حسني، وميمي شكيب وقضية الدعارة الشهيرة واللي كان فيها مجموعة كبيرة من الفنانات في الوقت ده، وماتت مقتولة زرع بصل برضو من شباك شقتها في قصر النيل سنة 83، وطبعا حادثة شريهان، وللعلم حادثة حفلة شم النسيم بتاعت عبد الحليم حافظ كانت من تدبير صفوة الشريف برضو، أصل كان بينهم حوارات كبيرة وما خفي كان أعظم. بس خلينا ساكتين، وانتوا في رأيكم هل كانت سعاد حسني تستحق الموتة البشعة دي؟ والكل قصة حكاية وأنا هقول لكم على فيها. تابعوني فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، وما تنسوش إن دعمكم بالشير واللايك والسبسكرايب بيشجعني أقول لكم حقايق وقصص جديدة. كنت معاكم ريهام عياد.